أبنائي وبناتي جريد 2، أنا هصور لكم الشيت علشان تشتغل مع بابا مع ماما مع أخواتك. يا رب نشوف إحنا هنتعلم إيه. آدي كده أول حاجة أهي، هنزل واحدة واحدة أهو، ده الجراف وده الإكسرسايز اللي يجي يسأل عليه most least more or and. يبقى أعمل سكرين شوت وأنت أصورها هوريك عشان بس ما أخدش منك وقت كبير. ده سؤال على الدبل وده برضو نفس السؤال على الدبل وده الميسنج نمبر كمان ميسنج نمبر. ازاي اعلم ابني كاونت تو ريتش وده سؤال على الستاندرد فور وده سؤال على الاكسباندد فور وهنا ازاي اعرف هاو ميني تنس هاو ميني وانس هاو ميني هاندردز. وادي كمان سؤال تاني وادي كمان على الوانس والتنس والهاندردز. وادي سؤال على ريد ورايت وورد ليتر ديجيتس. هنا بنعمل ديكومبوز يعني ازاي التنس والوانس اعمل لهم سيبريت افصلهم. وده سؤال على الفاليو والبليس فاليو. وادي برضو سؤال تشوز على الوانس والتنس والهاندرد. كومبليتين ذا سيم باتون، نعلم ولادنا هل بيعمل اد ولا بيعمل ماينس، بيزود ولا بينقص، ديكريز ولا انكريز. وده فورم على الكومبير. وهنا نتدرب على الرينج ونعرفه يعني ايه اسند ويعني ايه ديسند. الورلد بروبلم ما تقلقش، انت بس علم ابنك لما يلاقي كلمه ليفت يبقى هيعمل ماينس، لما حد يقول اند يبقى انا هعمل بلس. علم ابنك ازاي يلعب مع ال 100 تشارت او ال 120 تشارت وازاي يستخدمها عشان يعمل بلس وماينس وازاي يعمل افتر وبيفور وازاي هيطلع اب وينزل داون. ابنك واساله يا ترى انت سمعت كلمه استيميت وازاي استخدمها في السام او الديفرنس في البلس او الماينس. خد ودي مع ابنك او بنتك يعني ايه كلمه بوليجون، يعني ايه كلمه سايد، يعني ايه كلمه فيرتكس. اسال ابنك او بنتك عرفت يعني ايه حاجه اسمها 2D وبلان، عرفت يعني ايه النيم بتاع الشيب، تعرف النمبر اوف سايد النمبر اوف فيرتسيز. اسال ابنك او بنتك يا ترى بتعرف تكون السوليد دوت، تجيب له عيدان خله، تجيب له صلصال وتخليه هو يعرف يفرق بين الفيرتكس ويعني فيس ويعني ايج والنيم طبعا بتاعهم. يا ترى ابنك اتعلم يعني كلمه ويت، كلمه لايت، كلمه هيفي، واللايت الميجر بتاعها بيبقى بالجرام والهيفي بالكيلو جرام، والحاجات دي يا ترى الميجر بنقيسها بايه. واخيرا ابنك كافئه، تعالى نعرف مع بعض التايم وعرفه يعني ايه يقول كوارتر وكلمه هاف ويقول كلمه باست او كلمه تو. وطبعا اتمنى انك انت تشتغل مع ابنك وتحببه في كل حاجه، ونشوفكم على خير في ريفيجن جديده. كل سنه وانتم طيبين.